السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الأمريكي حينبسطوا بهذا الفيديو، عشاق الموستنج تحديدا. اليوم جايب لكم موستنج معدل من البداية إلى النهاية. بس أي واحدة منهم يمكن تستغرب لو قلت لك إنه هاي هي الموستنج إيكو بوست الأربع سلندر، بعدين حتحكي لي إنه أربع سلندر ليش؟ ولكن اللي حتستغربه انه فعليا الاربع سلندر لما نزلت كانت الفكره منها انه تكون موستنج بس بنفس الوقت تستمتع بموستنج وتوفر بنزين، ولكن صاحب السياره هذا ما بتخيل انه فعلا اشتراها ليوفر بنزين، لانه على التعديلات اللي حاططها فعليا هو دافع سعر الثمانيه سلندر بالراحه. فايش اللي عندنا هون؟ سياره ايكو بوست 2015 معدله من الخارج من الداخل من المحرك من الجنوط، كل إشي فعليا يمكن ما تشوف إشي فيها أصلي. فخلينا ناخذ جولة على السيارة من الخارج بعدين من الداخل بعدين نلتقي بصاحبها نشوف شو عامل فعليا بسيارته. السيارة بشكل عام إذا مننتبه عليها السيارة معرضة مضخمة، وفي عليها سكوب موجود عندنا هون، في علينا الهود الموجود عندنا هون، وفي اير برش معمول للسيارة بشكل كامل. الاير برش المعمولها هو بشكل يدوي، الزلمة صاحبها وصاحبه هم اللي أشرفوا على هذا الإشي اللي عم نشوفه هون، فرشوا السيارة بطريقة يدوية ليطلع معنا هذا الشكل. بالنسبة للبادي كيت في عنا فندرز، في عنا اللي هو الهود الموجود عندنا هون، في عنا الشفة اللي احنا بنسميها موجودة تحت، وفي عنا كمان اللي هو الجريل معدل. فشكل السيارة من المقدمة مبدئيا هيك، بس تشوفها من بعيد بتشوف فعليا قد ايه ضخم. هلا السيارة من جنب قصة تانية. هلا عم نشوف هون جنوط 20 انش من شركة نيتش، واللي زيادة انه في عنا لو بروفايل تواير، فعم نشوف جنط كتير مبين عريض ومزبط شكل السيارة كتير. الجنط الخلفي اعرض لانه في عنا سبيسر مركب عليه، فزيادة في عندك 30 لبرا، فعم بيعطي الشكل للسيارة عرض أكتر، زائد إنه 285 التاير، فهذا يكفي. هلأ السيارة صراحة شكلها كتير حلو، ولكن كنت أفضل يكون عليها Air Suspension اللي هو ينزل ويطلع بالسيارة. على كلام صاحب السيارة إنه هو فعلا كان مركب عليها Air Suspension، ولكن بقول لي مش عملي لاستخدام يومي، ففهمت هذا الموضوع. ولكن ما فهمته إنه كيف يعني Air Suspension كان بالنسبة له مش عملي لاستخدام يومي، أما اللامبو دورز هم استخدام عملي، يعني لحالها عجقة انك تنزل وتطلع من السيارة معاهم. بس بصراحة عاملين شغل للسيارة جدا جدا جميل. هلأ حتى القطع اللي راكبة عندنا هون هي قطع موجودة من شركة اسمها Vertical Door، بتعمل قطع مخصصة للموستنج، فالموضوع حتى ماخذ تفاصيل حلو. هلأ إذا تفكر الموضوع انتهى، لا، لسه في عندنا تعديلات حتى في الخلف. شكل السيارة من وراء على فكرة معدل فيه الديفيوزر زي ما شايفين، معدل فيه السبويلر، في عنا هون اللي احنا كنا نسميهم حراشف. شكل السيارة جميل، ولكن تعرف وين الأجمل؟ الأجمل انه صاحب السيارة ما ترك صوتها زي ما هو. انت يمكن تتساءل انه تقول طيب الإيكو بوست قد ايه فعلا ممكن يكون صوتها حلو. الإيكو بوست فيها ميزة كتير مهمة ألا وهي التيربو. فصاحب السيارة اجى حكى لك بلا من البراميل الموجودة بالنص وتوفير الوقود والحكي هاد، خليني اعمل ستريت بايب مع تعديل براميل رش بالاخير ليعطيك صوت جدا جدا جميل. بدي اياكم تسمعوا صوت التيربو، ما شاء الله، انا عندي اقرب المايك اسمع. ما شاء الله، يعني عم نحكي عن صوت جدا جدا جميل. على فكره السياره من بعيد ما بتتخيل انها ايكو بوست اساسا، ان السياره صوت مرعب لها. ولكن برضو هذا الاشي مش نهايه الموضوع، في عندنا تعديل حتى بالصندوق. فتحنا الصندوق، تعرف شو بنشوف جوا؟ عم نشوف تعديل لنظام صوت يتكون من 12 سماعه مع سبوفر من كينوود معدلين بطريقه جدا جميله. على فكره يعني حتى هيك ذوق التعديل، طلع اماكن السماعات، كل شيء راكب بطريقه جدا حلوه. الاضاءه الموجوده عندنا بالداخل، موضوع شكل الامبليفاير الموجود عندنا هون. هلا هيك احنا بنكون خلصنا من الشغلات الخارجيه، بس اذا بتفكر الموضوع انتهى، لا، لسه في شغله كثير مهمه اللي هي المحرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب البلو ديفل. هاي اسم السيارة. السيارة هاي أصليتها، نبدأ نحكي لكم قصة قصيرة بعدين ندخل على السيارة معنا. أصليتها هي إيكو بوست 2300 سي سي تيربو، بولد لك 310 حصان. السيارة كانت سيارة عادية جدا بيسك. أنا التقيت في هاي السيارة قبل 3 سنين، كنا طالعين بتجمع موستنج وأنا عندي موستنج، فشفت السيارة. بعدين بعد 3 سنين أنا ما كنت كتير بعرف صاحبها، فغبنا وبعدين رجعت التقيت فيه، تذكرته، بقول له هاي السيارة أنا بتذكرها، ما كان أي إشي فيه عليها، صفر، كانت سيارة بيسك. فهو على كلام بقول لي إنه كأني أنا مليت شوي وحبيت إن أغير فيها أشياء بسيطة، فبدأ تعرف هاي، بدينا بالجنط، وبعدين والله مش عاجبني فخلينا نعمل شوية دهان على شوية توطاي على شوية سيستم، ووصل للي عنا هون. بس إنت حتسأل اللي عنا هون هو إيش؟ بس شوية باب لامبو وبعدين شوية دهان وسيستم صوت؟ لا طبعا، السيارة هاي معدل على ميكانيكيتها. ايش الميكانيكي اللي موجود عندنا؟ احنا حكينا لكم اصليه السياره 310 حصان من 2300 تيربو، فمجرد وجود التيربو عم بيعطيك انك انت تعدل عليه بكل بساطه وترفع الهورس باور بشكل كتير منيح. فهون الزلمه فعلا هذا اللي عمله. السياره هاي استخدام يومي، فهو مش حابب يأفور فيها، فحكى لك انه انا بس بدي ازيد عليها شوي. قام عدل التيربو، عدل الكمبيوتر، ركب عليها فلات الرياضيه. الأسماء والأرقام ما حب يكشف عنهم، ولكن حب يحكي لي شغلة. السيارة حاليا عم تعطيك 420 حصان، لتتسارع من 0 ل 100 بحدود 4.1 4.2، يعني خلينا نحكي حوالين 4 ثواني. هذا هلأ تسارع السيارة. هذا الإشي فعليا جميل، ولكن خلينا نشوف على الواقع هل فعلا السيارة بتعطينا هذا الإشي. فأنا بكل بساطة حوقف، حنحط الاس لوس النظام الرياضي، حنطفي التراكشن كنترول لأنه أكيد حكي فاضي ما بدناش إياه. طفيه من هون، خلينا نشوف السيارة شو راح تعطينا. ما شاء الله، اسمعوا صوت التيربو يا جماعة. سمعت ما شاء الله، يعني اسمعوا والله انه السيارة على ارض الواقع مش حتقدر تنقل لك الاحساس، بس تورك عالي، النشاط جميل جدا، يعني صوت التيربو نغم، صوت التيربو جميل جدا. على فكرة بدي احاول اسمعكم اياه صراحة لانه كثير محمس، وبتقدر تسمع صوت التيربو على فكرة من برا بكتير أوضح من داخل لأنه شوي في عزل، ولكن خليني أسمعكم. سمعين الفالف؟ صوت جميل جدا صراحة. فالسيارة فعليا يعني بتعرفوا أنه صوتها أمبريزا رسمي، وفعليا في إمكانية كتير تعدل على الميكانيك الموجود عندنا أكتر، ولكن زي ما قلت لكم صاحبنا بيحكيك هاي استخدام يومي، وأنا ما بدي أنه أضغط السيارة وحالتنا حال. فيعني 420 حصان حلوين أطلع فيهم على شغلي وعلى بيتي. بلو ديفل من الداخل فعليا سيارة تقريبا بيسك، يعني ما فيها كتير تعديلات من جوا، عدا عن السيستم موجود عندنا نظام الصوت ورا، في عندنا الـ LED strip موجود على الداير، في عندنا الـ star lights الإضاءة الليلية الجميلة جدا بالسقف. عدا عن هيك تارك السيارة هو لتكون مريحة واستخدام لطيف وما فيها تعديلات كتير وما فيها عجة. فالسيارة من الداخل برضو لساتها بحالة كتير وكالة، ما في اشياء كتير فيها نحكيها، ولكن على كلامه لصاحب السيارة حكى لي انه بس انا حركب ستيرينج كاربون فايبر، هيني انا موصي عليه وجاي. فانا هاي تعالوا قابلوني اذا بس حتوقف على كاربون فايبر، حنرجع له بعد سنه نلاقيه مغير الغرفه كلياتها. فهي هيك بتبدا. على اي حال، هذه هي البلو ديفل. احكوا لي رايكم انتم بالتعليقات، ان شاء الله السياره عجبتكم، الله يطرح له البركه. الصراحه السياره جدا جدا ملفتة، طول ما انت ماشي بتشوف ناس عم بتصور فيك بتلتفت عليها منيح. فهذه هي السياره المعانا، ان شاء الله الحلقات الجايه حتكون في سيارات ثانيه. تابعونا على اليوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام. نراكم في فيديو قادم.